hello, Kabaday. شو صبر شو أمولي على شكلها. فيك تاخذي. الأبيض صار أصفر، إذا حسيتي. قابلي. أشرفت علي من أول شهرين ونص للشهر التاسع. ولما اجيت هون كمان عند الولادي كمان اشرفت علي والحمد لله يعني خلفت بصحة جيدة والطفل كمان وعيناي كتير كتير حلوة. طلع عم بسمعه تقريبا لما الدير اشوف اتأكد من كل شيء تمام. القابلة القانونية بتعتمد على الأساليب الطبيعية خلال فترة الحمل بالولادة، منها أساليب التنفس، الحركة واستعمال الكرة. لما توصل المريضة لعنا بيتم متابعتها من خلال القابلة القانونية من أول ما توصل المريضة لمرحلة ما بعد الولادة. في بعض الولادات بيصير فيها مضاعفات، بحال المضاعفات بيتم استدعاء الطبيب أو بالحالات القصوى إحالة المريضة على مستشفى. شهر عملت شي تنظيف كورتاج؟ جبت صبي ولدته هنا بالأطباء في الأنخاض. كثير منيح كثير منيح كثير منيح قربتي برافو. إجمالا العلاقة بين الطبيب والقابلة عنا هون على الطابق، أنا شخصيا فيني أقول أنه هي ممتازة. كل حدا بيعرف شو دوره، أوكي، وين حدود لازم يوقف عندها. بالأخير كل شيء عم نعمله هي كرمال ضمان سلامة الأم والجنين. هلا بدنا نبلش بالرضاعة لأنه كتير مهمة خصوصا بهلا بهالوقت المبكر. أوكي، ليشد رحمك بسرعة مثل ما حكينا لك قبل. ماشي؟